خرج صبي ذات يوم للصيد، وبينما كان ينصب الفخ رآه عصفور فضولي، فقال: يا ترى ماذا يفعل هذا الصبي؟ ولماذا يحفر في الأرض؟ وماذا يريد أن يخبئ؟ لابد أن أعرف السبب. وحين انصرف الصبي حط العصفور في مكان الفخ وبدأ ينبش التراب. وفجأة أطبع الفخ على جناحه، فصاح بأعلى صوته من الألم: آي آي انقذوني انقذوني. فسمعه الصبي وركض مسرعا لاتجاه الفخ، فوجد عصفورا عالقا فيه، فقال: ماذا جاء بك أيها العصفور إلى هذا المكان؟ فندم العصفور على فضوله الزائد